السيسي تكلم عن قوة الرأي العربية، يعني أعتقد أن أوروبا تحدثت عن هذا فيما يتعلق بأوروبا ذاتها. هناك قوة الرأي أوروبية يعني تحت إمارة بشكل مجلس أوروبا، على أي حال يعني يود أن يكون هناك. ثم أن الدكتور نبيل العربي تحدث عن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كل هذه الطروحات أعتقد أنها تم تداولها بشكل أو بآخر بين القادة والزعماء. يعني هناك فعلا يعني داعش خطر على السعودية من خلال اليمن الأردن. وعلى الأردن أيضا من خلال سوريا، وعلى مصر من خلال ليبيا. يعني طب خلينا ناخد برضو الموضوع في شكل جزئي زي ما أشار أيمن، لأن فعلا ممكن يكون في أطروحات وتساؤلات كثيرة بالنسبة لأي مواطن الآن. كيف يمكن النظر في تلك المرحلة للعلاقات المصرية التركية القطرية، خاصة أن بعد الحادث المروع والإرهابي الذي حدث في ليبيا على هذا التنظيم الإرهابي، أشارت الجهات الليبية بأصابع الاتهام إلى قطر وتركيا فيما يخص هذا التنظيم الإرهابي داعش؟ أنا لا أستبعد أن يكون هناك تنقيل الأجواء بشكل أو بآخر. ألمانيا كانت على خلاف وحرب ذات دروس بينها من ناحية وبين فرنسا من ناحية أخرى. اليوم ألمانيا وفرنسا هما القطبان البارزان في الاتحاد الأوروبي. يعني أول درس أخذناه في العلاقات الدولية أنه لا صداقات دائمة ولا عداوة دائمة، فقط المصالح الدائمة. ونحن نتكلم عن الشرق الأوسط كله، شعوب الشرق الأوسط يعني معرضة مهددة، هناك تحديات، داعش يعتبر خطر أساسي بالنسبة له. أعتقد أن هذا توقف عن الدور الذي يقوم به العالي السعودي في المرحلة القادمة، باعتبار أنه يعني مثلا يوم الأربعاء قبل أن نأتي يوم الأربعاء أذيع أن كيري وزير الخارجية الأمريكي سيزور السعودية أيضا يوم الأربعاء. إذا كل هذه الزيارات أكيد لها مغزى معين. زيارات مكوكية هيخرجوا بإيه يا فندم؟ يعني تصور حضرتك من تلك الزيارات هيخرجوا بيها؟ ربما تقول تنقد الشيء المهم جدا مسألة داعش ومسألة الإرهاب ومسألة الأمن الأمان ومسألة المؤتمر والأزمة الليبية العالم المصري والأزمة الليبية، باعتبار أن مصر دولة حدودية وحتى الجزائر دولة حدودية أخرى. تذكر جدا رئيس تأسيس وزارة الجزائر سريعا في طريقه للذهاب للاتحاد الإفريقي ليبحث هذا الموضوع. أيا كان الأمر أعتقد أن هناك يعني تحت الأكمة ما تحتها. أنا أستطيع يعني بيانات وتصريحات ضئيلة جدا ومحدودة وبعيدة كل البعد، ولا نكاد نعرف يعني أشياء كثيرة عنها، لكن هذه الزيارات سريعة جدا. بالمناسبة الرئيس السيسي سيزور السعودية عدة ساعات وسيعود مع بعدها، ثم هناك الرئيس التركي كما قلت أردوغان. على أي حال أعتقد أن هناك نواة للعمل العربي المشترك تتشكل من جديد، وهنا لابد أن تكلمت عن العمل العربي المشترك. أتذكر ما قاله نبيل العربي من ضروره تفعيل اتفاقيه الدفاع العربي المشترك، هذه لاول مره. اذا لم يتم تفعيلها الان، متى يتم تفعيلها؟ اذا لان كل الدول المعرضه، يعني ليبيا يعني حسب مفهوم السياسي دوله فاشله لا توجد فيها هيئات ولا مؤسسات. اليمن لاحقا. علشان كده انا سالت حضرتك السؤال ده يا دكتور سعيد. هل هناك الان احتماليه لوجود اتفاقيات محدوده بديله عن الاتفاقيه العامه للدفاع العربي المشترك؟ محتمل جدا يكون ما بين مصر والأردن تحديدا بدعم ومباركة من السعودية جهود لمحاربة تنظيم داعش سواء داخل الأردن أو على الساحة الليبية. يبدو أنه ممكن ده يكون أحد الأهداف من هذه الزيارات المكوكية. اللي أنا متأكد منه أن هناك نواة لعمل عرب مشترك قد تكون بالأردن ومصر والسعودية. بالفعل نواة أولى تسكل فيها عدد كبير جدا من التحالفات، لكن هناك تحالف عربي إسلامي أيضا، وهذا هو السبب الذي جعلنا ندخل بشكل أو بآخر تركيا في هذا الموضوع. أيا كان الأمر تذكر لنا جيدا أستاذنا أنه كان كيري جاء في مرتين في خلال 10 أيام لإقناع الرئيس السيسي بأن يكون عضوا في التحالف الدولي. الرئيس السيسي رفض، ليس محبة في داعش أو غير داعش، لكنه رفض الانضمام للتحالف يدافع أو ضد مثلا شكل مجزوء ضد داعش، لكن ضد الإرهاب كله. نعم. الرئيس السيسي أكد أنه ضد يعني الإرهاب كله أينما كان. نعم. طب دخول تركيا في هذا المعترك وهي دولة إقليمية، ده بيثير عدة تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة. يعني طبعا لو تحدثنا عن قطر هي دولة عربية، ولكن تركيا في هذا التوقيت وزيارتها للمملكة العربية السعودية
ده يعني ممكن كتير قايل لك ايه تورط تركي فيما نحن فيه الان. عندك كل الحق، لانه حتى يعني امريكا نفسها اكدت من خلال احد رجال السياسه الكبار ان 60% من عناصر داعش تاتي من خلال تركيا. اذا هناك مستشفيات مختلفه في تركيا تعالج يعني المصابين من داعش. ايا كان الامر اعتقد ان هناك بشكل ما وقطر ايضا تساعد جماعة الإخوان الإرهابية، رموز جماعة الإخوان سواء في قطر أو حتى في تركيا، القنوات الفضائية التابعة لهم يعني كلها تأتي من تركيا. على أي حال أعتقد أن تنقيط الأجواء مهمة صعبة جدا، لكن يعني لا أستبعدها إطلاقا في ضوء هذه التحركات المبكية. دكتور سعيد اسمح لي، أنا ملاحظ أن حضرتك في تحليلك يعني بتركز أكتر على فكرة تنقيط الأجواء، وأنا عايز أمشي مع حضرتك في هذا الاتجاه بشكل معمق. هل ممكن يكون بالفعل كما تردد الأنباء أنه في محاولات لشيء من التهدئة ما بين مصر وتركيا مرتبطة ببعض الدعوات اللي بتدخل إلى مصر أو بتخرج في داخل مصر بفكرة المصالحة أو ما شابه ذلك، مع الاختلاف في المسمى ممكن تكون بمعاني مختلفة، شيء من التهدئة أو الهدنة أيا كان مسماها، لكن مش دي المشكلة. المشكلة هل في علاقة عضوية ما بين ده؟ أنا أعتقد أنا لست من أولئك الذين يرون أن الخلاف سيكون أبدي ونهائي وانتهى ونضع نقطة. أنا أعتقد أن تركيا ما كانت موجودة منذ فترة طويلة ولم يحدث أي خلافات، بالعكس كان بينها وبين سوريا خلافات، قامت مصر بتنقيط الأجواء وتم الصلح بين سوريا من ناحية وبين تركيا من ناحية أخرى. اليوم أعتقد أن هناك شيء، ومصر كان لها دور في ده بالمناسبة، كان فعلا يعني دور كبير جدا في الفترة الماضية، لكن اليوم أعتقد أن هناك نواة تتشكل. هذه النواة لست أدري على وجه التحديد من سيكون، لكن الأردن ليست بعيدة ولا مصر ولا السعودية. طيب ناخد النظرة الأعمق من كده يا دكتور سعيد. النظرة الأعمق أن على سبيل المثال دولة زي قطر، تركيا هم أداة للمملكة للولايات المتحدة الأمريكية، هم ينفذون أجندات معينة. وأنا هاخد من حضرتك الإجابة ولكن بعد هذا الموجز وأشرف عبد اللطيف، فكونوا معنا. موجز أنباء الساعة، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الخارجية وصول أكثر من 25,500 مصري، وذلك بعد مرور أسبوع على بدء رحلات تسفير المصريين المقيمين في ليبيا وراغبين في العودة إلى مصر. وعبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية وصل أكثر من 21,400 مواطن، فيما وصل عبر الرحلات الجوية 4,122 من مطار جربة التونسي. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات في بكين مع نظيره الصيني يونغ يي، تناول خلالها مجمل العلاقات بين البلدين. وأكد وزير خارجية الصين دعم بلاده الكامل لمصر في حربها الحالية ضد الإرهاب. كان شكري أكد خلال زيارته لموسكو أن القمة العربية القادمة التي تستضيفها مصر في مارس المقبل سوف تتناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب وكيفية الحفاظ على الأمن القومي العربي والاستقرار في المنطقة. أكد حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح، أكد رفض الحزب وحلفائه نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى أي مدينة أخرى في اليمن. من جهته أعلن المبعوث الأممي جمال بن عمر عقب لقائه الرئيس عبد الرب منصور هادي أنه سيحدد خلال أيام المكان الذي يفترض أن ينتقل إليه الحوار الوطني خارج صنعاء. قالت القوات العراقية إنها أحبطت هجوما انتحاريا لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي استهدف المجمع السكني بناحية البغدادي بمحافظة الأنبار. أوضحت القوات الأمنية أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 عنصرا من مسلحي التنظيم، بينهم 4 انتحاريين، وشارك
طيران التحالف الدولي إلى جانب القوات العراقية. وقعت عدة إصابات في مواجهات بين نشطاء أجانب وفلسطينيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بلعين بالضفة الغربية. جاءت هذه المواجهات خلال مسيرة تضامن مع الفلسطينيين في الذكرى العاشرة لخروج مسيرات أسبوعية من بلعين ضد بناء الاحتلال لجدار الفصل العنصري. كان جدار الفصل قد شطر عند بنائه بلعين إلى قسمين، ما جعلها رمزا فلسطينيا للتنديد بممارسات وانتهاكات الاحتلال. إلى الشأن الأوكراني، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول النزاع في أوكرانيا لبحث الهدنة في الشرق الانفصالي في هذا البلد. يأتي هذا بينما أعلنت أوكرانيا مقتل جنود شرقي البلاد خلال اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا، ما يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني بيترو بوريتشينكو إن روسيا تمثل تهديدا عسكريا حتى إذا صمدت الهدنة. تال موجز. والآن عودة لاستكمال برنامج من القاهرة مع الزميلين أيمن السيد ودينا أبو الفتوح، كونوا معنا. رحب بحضراتكم مرة أخرى، وأعود وأرحب بدكتور سعيد اللوندي. يعني الحقيقة قبل الموجز تطرقنا إلى نقطة غاية في الأهمية، توزيع الأدوار. كما نقول قطر تركيا هم كثير من المحللين يرون بأنهم بينفذوا الأجندة الأمريكية في الوطن العربي. يعني سؤالك في الواقع بخصوص قطر وتركيا يثير في الأذهان كلمة كلها، حتى الصحافة الغربية تكلمت عنها، أن قطر تحديدا لا يعني لا تضع سياسات وإنما تنفذ أجندات. والشيء الثاني، لا تذكرين أن يعني أمريكا حريصة جدا على الوجود مثلا في الاتحاد الأوروبي، رغم أنها ليست دولة أوروبية، لكنها حريصة على أن توجد بشكل أو بآخر في أي تجمع كان ما كان. هناك تحركات دبلوماسية عربية تجدين مثلا كيري يحضر المملكة العربية السعودية لمعرفة، على الأقل يكون في الصورة، لا يكلف أحدا بأن يبحث إليه ماذا تم من قرارات إلى آخره، ولكن يكون حاضرا بشكل باخر. ايا كان الامر، اعتقد ان هناك شيء لا نعرف كن هو تحديدا، بقدر ما هناك رغبه يعني توحيد الصف العربي لمواجهه الخطر، خطر داعش، وداعش وما ادراك ما داعش، يعني استخدام التيار الاسلامي السمورة الرجال الى اخره، يعني متطرف خدمه في الواقع خدمه للاخرين. ولا سنس نقطة مهمه جدا قالتها حتى هيلاري كلينتون عندما كانت وزيره الخارجيه، وضعت كتابا بعد ان تركت منصبها وقالت في عباره واحده يهمنا ان نذكرها، ان داعش صناعه امريكيه قامت بها الولايات المتحده الامريكيه لكي تقسم الشرق الاوسط. هذا ما قالته هيلاري كلينتون. ونحن نعرف حتى اكاديميا عندما يكون هناك نص او اعتراف لا مجال للاجتهاد اطلاقا. يعني هيلاري كلينتون اعترفت بهذا، وامريكا صنعت داعش كما صنعت قبلا القاعده، ثم اختلفت مع القاعده بعد ان انقلب السعر على السعر. وحاربته، والشيء نفسه يحدث مع داعش، تحاربه بعد ان خلقته لتفعل فعلها في المنطقه العربيه. الدول العربيه كلها مقسمه، وداعش اصبحت بعبع او فزاعه، يعني اعتقد كل الدول يجب ان تفعل. وربما مبالغ فيها دكتور سعيد، انا عايز افضل مع حضرتك عند النقطه اللي حضرتك اشرت فيها الى قطر، وعجبني تعبيرك انها بتنفذ خطط وسياسات لا تضعها. لكن هو النقطة المتعلقة بهذا المجال، إذا كانت قطر لها منحنى إن صح التعبير في علاقتها بمصر مع متغيرات من بينها زي ما أشرت الحركة من بداية اللقاء، تولي الملك سلمان قيادة المملكة العربية السعودية، وطبعا واضح أن قطر في متغيرات بتضغط عليها هي المملكة العربية السعودية نفسها ومجلس التعاون الخليجي. يعني يبدو أنه علاقتنا بقطر برضو مرهونة بحاجات كتير مش أمريكا بس.
على خدمة قطر أو مصالحة كما كان يقال في زمن الراحل عبد الملك عبد الله، كانت تمر بمرحلتين، مرحلة المصالحة بين قطر من ناحية، مجلس التعاون الخليج من ناحية أخرى، ولذلك نشر أو أصدر بيانا باسم المملكة العربية السعودية وتوسل بأن هناك تضامن عربي ورئيس السيسي لا يرفض هذا إلى آخره، ونحن بالفعل معه ولا نرفض هذا. الخطوة الثانية الصلح بين مصر من ناحية وقطر من ناحية أخرى، لكن العمر لم يمهل الراحل عبد الله الملك عبد الله. على اي حال اعتقد ان الكل كان يعمل له الف حساب، وكان كبير العائله العربيه الى اخره، لكن اليوم المساله لابد ان توضع تماما. هنا استخدم اسلوب رياضي استخدمه قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الكره الان في ملعب قطر لانها لم تفعل اي شيء سوى ان اغلقت يعني احدى القنوات وفتحت الشبكه ما تزال موجوده، والذين كانوا يعملون العقليه الموجوده التامريه اللي كانت تعمل في هذه القناه يعني تعمل في شبكات شبكه الجزيره في كل انحاء قطر وبرامج عديده جدا وتركيا ايضا. طيب إذا يعني اذا لم تفعل لم تقدم اي شيء ليثبت حسن النويه حتى الان. طب يعني اذا صح التعبير على حضرتك قلته بالتعبير بالنص الان، الكره في ملعب قطر وتركيا ولا في الولايات المتحده الامريكيه؟ ما زي ما الاستاذ ايمن بيقول يعني قطر او تركيا، وانت قلت الكلام يعني وسائل الضغط هتكون من الولايات المتحده الامريكيه لان هي المنبع. هي المنبع فعلا، هي التي تفرض عليهم افعلوا هذا او ذاك، افعلوا هذا او ذاك. ولهذا السبب كان كيري حدد موعد لزيارته المملكه العربيه السعوديه يوم الاربعاء بعد ان يكون اردوغان وبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد حتى الملك عبد الله، كل هذه يعني الحوصله النهائيه سيحصل عليها كيري. اوراق الضغط هتكون ازاي يا فندم؟ يعني اعتقد ان داعش على الاقل قسمت المنطقه العربيه كما قالت هيلاري كلينتون، وبالتالي اعتقد ان دوره هو لا يزيد عن هذا. يعني ليبيا لم تعد ليبيا، اليمن ايضا هناك مشاكل ما انزل لها بن سلطان، ثم ايضا اصرار الولايات المتحده الامريكيه على ان تكون ايران شريك، يعني في تغيرات كثيرة جدا. وقديما قالوا بحر السياسة واسع عميق، القدم الذي تضعه اليمنى لا تضعه في هذا البحر السياسي ليس كالقدم اليسرى، وكأن البحر هذا مختلف عن ذاك مع أنه ولا تضع قدم. لكن هو السؤال بما أنه دايما الكلام عن أنه يعني أكثر ما ضيع وسبب مشاكل القضايا العربية هو تدويلها، إحنا مش عايزين نتفائل طبعا، لانه ممكن البعض يفهم من الحوار اللي داير مع حضرتك انه في تغير في موقف الاداره الامريكيه سواء من داعش او من قضايا المنطقه، لكن هو السؤال اذا كان بعض المحللين بيصل الى انه الاردن وبزياره الملك عبد الله الثاني الى مصر بتهدف الى شيء من تنقيه الاجواء كما اشرت حضرتك بنفس تعبيرك في العلاقات ما بين مصر وتركيا، ما مدى صحه هذه المقولة من وجهة نظر حضرتك واستنتاجك؟ أنا معك في اللي يجب أن نتفائل كثيرا ونقول أشياء لا أساس لها من الصحة. نحن قلنا في البداية أن هناك أحاديث كثيرة عن هذه الزيارات الدبلوماسية المكوكية إلى آخره، لكن بشكل عام أعتقد أن هناك شيء محدد وواضح يا أستاذ الدين، يعني بيقال في هذا الشأن. وأعتقد أن في خلال أيام بسيطة جدا عندما يتم هذا اللقاء سوف نعرف نتيجته وتصريحاته، لكن الشيء المؤكد أيضا أن مصر ستستقبل القمة الدورية في مارس كالعادة، ثم هناك المؤتمر الاقتصادي العالمي. كل هذه هو المؤتمر الاقتصادي ده برضو أحد الحاجات اللي البعض من المحللين يا دكتور سعيد بيرى أن هو السبب في كتير من الزيارات المكوكية ديت، لأنه مش معقولة قارة الدول هتشارك في مؤتمر مصر أصرت عليه، واضح أن الرسالة وصلت لتركيا ووصلت لأمريكا من غير ما يكون في نوع من أنواع التهدئة. يعني يبدو أنه أحد الأهداف أن المؤتمر الاقتصادي دوت يتم لمصلحة الجميع مش لمصلحة مصر بس. يعني ربما يكون هذا، لكن الرئيس السيسي قال ان هذا المؤتمر هو زراعة مصر واشار بيده هكذا. اعتقد بشكل او باخر يجب ان يتم انجاح هذا المؤتمر، حتى القنابل التي تضع بين وقت واخر في مصر لارجاء هذا المؤتمر او الغائه او افشاله. يعني اعتقد ان هناك جانب من جانب دعونا ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه على الهواء مباشره. معنا الاستاذ سلطان الحطاب مدير دار العروبه للدراسات الاستراتيجيه من الاردن. بعد التحية أستاذ سلطان، كيف نظرتم إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها العاهل الأردني إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أعتقد أن هذه الزيارة مهمة، تأتي في سياق التنسيق الذي
يتصاعد بين البلدين ضمن رؤية مشتركة واضحة. يواجه البلدان موجة من الإرهاب التي يعني تصيب المنطقة في محاولة لإنقاذ الأمن العربي، وبالتالي أنا أعتقد أن نجاح البلدين سوف يمكنهما من بناء لبنة أو مدماك أساس يبنى عليه من بقية العرب. أعتقد أنه لابد من تشكيل جبهة عربية أو تحالف عربي لمواجهة الإرهاب. التحالف الدولي لا يمكن أن يكون بديلا عن عمل عربي. العرب يجب أن يكونوا في المقدمة. هذه الحرب الإرهابية التي تدور على الأرض العربية، والذين يقتلون والتنمية التي تضرب والمصالح التي تستهدف كلها عربية. المعركة لا تدور لا على الأرض الأمريكية ولا الأسترالية، هي على الأرض العربية. مصر تدفع ثمن الآن نتاج لخروجها من أزمات، عدة أزمات، هذه محاولة لإعاقة. أعتقد أن الأردن خير معاضد وخير صديق وأيضا خير حليف وشقيق لمصر. هناك تنسيق منذ اللحظة الأولى. الزيارة الأولى لأي زعيم عربي كانت للملك عبد الله الثاني إلى القاهرة بعد نجاح مصر في الخروج من الارتهان الذي فرضته تيارات دينية على نظام الحكم في مصر. وأعتقد أن مصر ستبقى تذكر هذه المواقف للأردن، كما سيبقى الأردن يذكر أن مصر الشقيقة الكبرى كانت دائما هي السند وهي الرافعة الأساسية وهي العكاز. وهنا استعير تعبير وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في تصريحه الأخير حين قال إن مصر هي عكاز العالم العربي، بمعنى أنها هي التي تسنده. فإن وقعت مصر وقع العالم العربي، وإن نهضت مصر نهض العالم العربي. وفي هذا السياق تأتي الزيارة الملكية لمزيد من التنسيق. الأردن لديه خبرات أمنية، لديه ملفات يستعملها في مواجهة الإرهابيين، يقوم بعمل عسكري مباشر ضد هذه التنظيمات على الأرض السورية والعراقية. وأعتقد أن مصر بحاجة الآن لمثل هذا الجهد، كما أن الأردن بحاجة لزخم الموقف المصري. الأردن لديه ده يخدني يا أستاذ سلطان لدور الجامعة العربية في تلك المرحلة. هل يمكن أن نعول على دور الجامعة العربية في تلك المرحلة، خاصة أن هناك مصالح بتتعارض في بعض الدول مع الكلام اللي حضرتك بتذكره الآن؟ نعم، يجب إعادة بناء الجامعة العربية الآن وليس في أي وقت آخر على أسس مختلفة. انتهى زمن أن الجامعة العربية كانت عبارة عن أجزاء بجانب بعضها البعض دون فاعلية تذكر، وبالتالي الجامعة العربية هانت كمنظمة إسلامية في عيون العالم. الآن الجامعة العربية تواجه تحديات كبرى. من استشعر مخاطر على الأمن القومي العربي وعلى المصالح الوطنية والقومية العربية عليه أن يصطف إلى جانب مصر والأردن في بناء أو في محاولة للنهوض بجامعة عربية جديدة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية. أعتقد أن هذا ممكن الآن، وأعتقد أن مصر والأردن يستطيعان، وهما من مؤسسي الجامعة العربية، يستطيعان إعادة إنتاج هذه الجامعة بعرب آخرين في دول عربية أخرى لها مصلحة في ذلك. أما التي ليس لها مصلحة في ذلك فإنها سوف تكون خارج هذا الصف. نعم، أستاذ سلطان الحطاب مدير دار العروبة من الأردن، شكرا جزيلا على هذا التحليل وهذه المتابعة، كنت معنا من نرجع الأردن. لحركة دكتور سعيد، ويعني يعتبر معنا لسه ملفين من ملفات الجهود الدبلوماسية اللي بتقوم بها مصر والأنشطة اللي بيقوم بها وزير الخارجية، ومن بينها زيارات مؤخرا لأربع دول من بينها حتى الصين. لكن هو النقطة اللي أنا عايز أقولها في زيارة رئيس وزراء ليبيا ومعاه وفد من الوزراء، هو قال أنه الضربات المصرية على مواقع تنظيم داعش في ليبيا ستتكرر. يعني يبدو أنه ده إشارة بأنه يعني ضوء أخضر للقوات المصرية طبعا، وضوء أحمر إن صح التعبير وتحذير للإرهابيين في ليبيا. يعني أهم ما قاله رئيس حكومة ليبيا أعتقد أنه حتى هذه الضربة أكد أنها تمت بالتنسيق بين مصر من ناحية وبين ليبيا من ناحية أخرى. ونحن دائما نهتم بالأوضاع مع ليبيا، ليس فقط لأن ليبيا دولة حدودية معنا، ولكن أنها دولة عربية على الأقل. الشيء الآخر أنه داعش يعني
يعني تنتهز فرصة الهمجية الموجودة في ليبيا لتطحن كل شيء. وأصبح هناك حديث عن بنغازي دولة وبرقة دولة وطبرق دولة، يعني نحن نعيش مشهدا متكررا ما كان يحدث في العراق. كل يوم والتاني يعني بتشوف شريط عن ولاية من ولايات العراق مثلا إلى آخره. وأعتقد أن هذا شيء مهم جدا. هذه الضربة بالفعل لن تكون الأولى، وإنما هناك ضربات كثيرة لأنها تستهدف القضاء على داعش تماما. وداعش أصبحت موجودة في أماكن عديدة، حتى في مصر، حتى في 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 في, في اليمن. كل هذا يؤكد بشكل أو بآخر أن هناك تحديات للأمة العربية، وبالتالي الشعوب يجب أن تتقف مع بعضها البعض. وأعتقد أن الزيارات المكوكية سريعة التي قام بها سامح شكري وزير الخارجية لأولا روسيا وبريء تونس وفرنسا ثم الصين، أعتقد أنها كلها تسير في هذا الاتجاه. يعني خلينا بقى روسيا والصين، دلالات تلك الزيارة في ذلك التوقيت بالنسبة لروسيا والصين. زيارة مهمة جدا، لأنه أكد سامح شكري أيضا أنه الرئيس عبد العزيز سوف يزور روسيا قريبا. يعني إذا هناك صفقات سلاح وصلت، وهناك بوتين زار مصر، ومصر ترفع سياسة اسمها سياسة متوازنة مع الجميع. هناك 200 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لنا علاقات واحدة، نقف على مسافة واحدة من الجميع. وهذا شيء نريد أن نؤكده، أن زيارة أو علاقتنا بموسكو لا تجب علاقتنا واشنطن، لا تكب علاقتنا بالكين، لا بأديس أبابا إلى آخره. كل الدول نقف على مسافة واحدة منها، ونحن في حاجة إلى أن تكون مصر أسعادة يعني هيبتها الدولية، مكانتها الإقليمية، الكل يعترف بهذا. وبالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادي، كل هذه الدول ستشارك فيه، بل شركات كثيرة جدا ستشارك، سواء في الصين أو حتى اليابان أو روسيا أو حتى أمريكا أكدت أنها ستحضر هذا المؤتمر. الكل يريد يخطب ود مصر، الكل يخطب ود مصر من الناحية الاقتصادية على الأقل، لأن الدول العربية يعني تسنمت مكانها وأصبحت أكبر دولة وتقود القاطرة العربية. كل هذا يؤكد بشكل أو بآخر أننا نسير في الطريق الصحيح. طبعا علشان برضه نستفيد برضه من النقطة ديت، ومعلش اسمحوا لي نرجع خطوة صغيرة لورا، هل ممكن يكون الهدف من يعني تنقية أو تلطيف إن صح التعبير العلاقات مع تركيا في هذه الأثناء أن يكون لها حضور أو مشاركة مثلا في المؤتمر الاقتصادي، أم أن حضرتك بتستبعد أن ده يحصل؟ لا، أرجو أن تعتقد أن تركيا لو حضرت سوف هي تستفيد أكثر مما تستفيد مصر. مصر ماذا تستفيد؟ نحن نريد من دول العالم كلها أن تكون لها يعني استثمارات في مصر، لكن تركيا خسرت خسارة كبيرة عندما حتى رجال الأعمال الذين يشاركون بين مصر وبين تركيا هم الذين طلبوا بقطع العلاقات البينية التجارية بين تركيا من ناحية ومصر من ناحية أخرى. في الفترة الأخيرة بالفعل الاستثمارات التركية يعني ليست فقط السياسيه ولكن حتى الاقتصاديه. اذا حضرت تركيا هذا المؤتمر اعتقد هي التي تستفيد في نفس السياق تستفيد كثيرا من السعوديه. حضرتك ممكن تشوفها راضيه عن يعني اصلاح او تنقيه العلاقات مع تركيا؟ اعتقد الملك سلمان سيحسب هذا نفسه، ونحن على استعداد مره اخرى استعير كلمات الرئيس السيسي. نحن لسنا على خلاف دائم مع دول كثيره جدا في العالم، بالعكس عندما استعادت مصر مكانتها الدوليه واقليميه كان ذلك برهانا اكيدا على مصر تقف على مسافه واحده من كل كل الدول. طيب انا هرجع برضو للمنتدى الاقتصادي والمقرر عقده في شرم الشيخ منتصف مارس. بالنسبه لحضور بعض الدول كانت تركيا على سبيل المثال، طب اذا صدقت النوايا، يعني هي المشاركه في حد ذاتها ليست هي المشكله، ولكن صدق النوايا هي المشكله. يا فندم بالفعل يعني ليست مشاركه، ده كل الدول تشارك، المهم ان يكون هناك صدق نوايا، ان تكون هناك عربون صداقه او عربون للمرحله القادمه من التنسيق بين البلدين. اعتقد ان نحن نرحب باي استثمارات سواء في مشروعات العملاقه زي قناه السويس، او مشروعات وسطى زي طرق الكباري، اصلاح الاراضي، او حتى مشروعات متناهيه الصغر. واعتقد ان يعني اليابان لها دور كبير في هذا. ايا كان الامر نحن
نحاول أن نلبس حلة جديدة لمصر بعد هذا المؤتمر، وبالتالي أعتقد أن كل الدول ستشارك فيه أو حتى المشاركة سوف تستفيد بنفس درجة استفادة مصر. ده على المستوى الاقتصادي، ولكن دعنا نتحدث عن النواحي السياسية. نرجع يعني كم يوم إلى الوراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه للأمة، آخر حديث للأمة، قال هناك من يريد هدم الدولة المصرية في عبارة صحيحة. طيب أين يعني، ونحن نعلم من يريدون ذلك يعني في تلك الجولات المكوكية وفي تلك الأحاديث اللي احنا بنتكلم عليها الآن يا فندم؟ يعني الزيارات المكوكية الرئيس سامح شكري بتكليف من الرئيس السيسي طبعا، لكن هناك دول وقوى إقليمية وقوى دولية تحاول أن تهدم مصر تماما، وقد تعرضت هذا تفجيرات يعني تركيا من خلال بعض المساعدات اللوجستية التي تقدمها الإرهاب الدولي. كل هذا نظن أنه بالفعل هو المسؤول عن كل هذا، لكن بشكل عام المرحلة القادمة سيكون فدرجة كبيرة جدا من الصفاء، درجة كبيرة جدا من التنسيق مع الدول كثيرة جدا، ليس بهدف يعني الشعب المصري فقط يشعر بالرفاهية، ولكن حتى الشعوب الأخرى، لأننا نريد هذا. طيب السؤال الأخير اللي عايزين نوجهه قبل الأخير اللي احنا عايزين نوجهه لحضرتك، قوام تلك ذلك التنظيم الإرهابي 200 ألف شخص الداعشيون كما يطلقون عليهم، سينقلب السحر على الساحر؟ يعني ما إذا صدقت النوايا سيكون هناك محاربة، ونحن نعلم من الذي أوجد تلك الجماعات يعني على الأرض، سينقلب مرة أخرى؟ يعني هنشوف مشهد تاني كأسامة بن لادن تنظيم القاعدة مرة أخرى؟ حتى إذا انقلب السحر على الساحر فلن تنتهي داعش. هل انتهت القاعدة؟ لن تنتهي، ما تزال موجود، وربما تظهر في صورة أخرى. الهدف من زيارة السيد سامح شكري لروسيا والصين اتكلمنا مع حضرتك عليه، لكن قبل ما أختم لقائي مع حضرتك في عجالة اسمح لي، هل ترى أنه زيارته لتونس